هذا النهار الثاني خليت شعري حتى نشف مزيان، ما درت له سيشوار، ما نشفته، ما حتى شي حاجه. هذا شعري طبيعي حتى المشطره اللي ما دوزتهاش فيه. يعني البارح نعست بزاف ديال حياتي، زيرته على راسي حتى نشف على خاطرو. هاد الصباح هذا غير حليته لقيته ناشف. كتشوفوا اللمعان اللي كتخلي الوصفه واحد الرطوبه رائعه جدا. كيف ما كتشوفوا جربوها البنات، تهلاو في الشعيرات ديالكم. ما بغيتكمش يجي واحد النهار تقولوا كان عندي الشعر، لان بغيت ندير واحد الوصفه لشعري، وقلت علاش لا ما بارطاجيهاش معكم، بحكم ان بزاف ديال البنات سيرتو في التيك توك كيقولوا لي عافاك تبقى تشاركي معنا اي حاجه كديريها لشعرك. وصراحه ما كنشاركش معكم بزاف في القناه حيتاش كنعجز، ماشي كنعجز على الوصفات الطبيعيه كنديرها، ولكن كنعجز على التصوير كيجي شي شويه صعيب، فكنقول بلا ما نصور. ولكن ملي لاحظت ان بزاف ديال البنات كيطلبوا مني اي حاجه كنديرها لشعري نبارطاجيها معكم، فقلت علاش لا اليوم ندير الكوراج ونشارك معكم هادشي اللي غادي ندير. ويدي حالتهم حاله، ها نتوما شوفوا الصباغه تقشرات، هادي ما مصبوغاش، كنحس بالحروشيه في يدي بحكم اننا درنا واحد الميناج للدار، ميناج كبير، فرك شي تقرد شي تهرس، المهم نتوما كتشوفوا، وكنحس بالحروشيه. فقلت غادي ندير لهم شي وصفه هكا ان شاء الله، وغادي نبارطاجيها معكم حتى هي. المهم اي حاجه درتها ها نتوما معايا في هاد لا فيديو هذا. دابا غادي نقلب لكم الكاميرا وغادي نحضروا الوصفه اللي غادي ندير للشعر ديالي، اللي ساهله ماهله، يعني مكونات كيكونوا غير في الدار. انا دائما كنعتمد على الحاجه اللي كتكون في الدار، ما كيعجبنيش نخرج ونشري وداكشي كيعجزني، وحتى نتوما غادي تكونوا بحالي، فلذلك كنعتمد على اي حاجه كاينه في الدار بها كنخدم الشعر. وشي بعد الخطرات راه ضروري كنبدل في الوصفات، شي حاجه ما كتكونش عندي كنجيبها معايا، وها نتوما معايا. البنات الوصفه غادي نحتاج فيها الرز، وغادي نحتاج واحد جوج كيسان ديال الماء، وغادي نحتاج فيها كذلك البيض واي زيت ممكن تكون عندكم. المهم من بعد غادي نمشي لكم مرحله بمرحله. المهم اول مرحله اللي غادي ندير هي انني غادي نشد كاس ديال الرز. علاش درت كاس؟ لان انا شعري شي شويه طويل، البنات اللي عندهم الشعر طويل من ديالي يديروا جوج كيسان، والبنات اللي عندهم الشعر قصير ممكن ديروا كاس صغير ولا نص كاس، المهم على حسب الشعر وصافي. غادي نديرها هنا في الكاسرونه، وغادي نزيد واحد جوج كيسان ديال الماء، المهم عينكم ميزانكم على، نخليوها البنات يطبخ واحد 10 دقائق بحال هكاك، وكنطفو عليه. الرز ديالي هو هذا، رديته في هاد الزلافه باش يبرد، ومن بعد ما برد دابا غادي نطحنوه. بعد ما طحنا الرز هانتوما شوفوا كيفاش كيجي ثقيل واحد شويه. دابا شنو غادي نزيد له؟ غادي نزيد له واحد الصفر ديال بيضه، صفر بيضه، وغادي نزيد له عجين لهنا. انت فين غاديه؟ وقفي هنا. غادي نزيد له معلقه ولا جوج ديال زيت جوز الهند، حتى هذا زوين بزاف كيوافقني انا بالنسبه لشعري فاش كنديرو مع الوصفات، اما فاش كندهن به مور الدوش ما كيوافقنيش صراحه. باش نجيكم صريحه، مور الدوش ما كيوافقنيش، ولكن فاش كنخلطو مع الوصفات كيرطب ليا شعري مزيان. غادي نزيد معلقه كبيره ولا جوج معالق، وبطبيعه الحال واحد المعلقه صغيره ديال الزبده. دابا انا كنصور بواحد اليد وكنوريكم بواحد اليد غير سمحوا لي وصافي. المهم معلقه صغيره ديال الزبده، اي زبده كيف ما كانت عندكم ممكن ديروها. هانتوما صفار بيضه، وغادي نزيد معلقه ولا جوج ديال زيت جوز الهند، معلقه صغيره نقدر ندير منها انا 4 ركاع، باش
عطيني جوج معاك كبار، أربعة فوالا. ودابا غادي نخلط هادشي كامل مع بعضياته ونمشيو نديروه للشعير ديالنا. فاش كيتخلط كيولي على هاد الشكل هذا، واحد الريحه بعدا طالعه منه ديال داك الزيت واعره، ما فيش ريحه البيض نهائيا. بالنسبه للبنات اللي غايقول لي البيض ما البيض، راه ما فيش ريحه البيض. المهم البنات كيف مشيو الطريقه ديال تحضير هاد الوصفه هذه؟ سهله مهله، مكونات بسيطه، البيض موجود في اي دار، الرز كذلك، زيت جوز الهند الا ما عندكمش ماشي ضروري انكم تزيدوها، يعني خدموا غير بداك الشيء اللي عندكم. ما عندكمش البيض تقدروا ما ديروش، تقدروا ديروا الرز بوحدو، تقدروا تزيدوا مع هذا الرز يعني بيضه وزيت السمسم او لا زيت الحلبه او لا زيت لافوكا، حتى هي غزاله للشعر. المهم اي زيت عندكم كتليق للشعر ممكن تزيدوها على الرز. كيف ما قلت لكم ممكن تستغناو على بعض المكونات، مثلا زيت جوز الهند الا ما عندكمش ممكن ديروها، الزبده حتى هي ممكن تستغناو عليها. يعني المكون الرئيسي هو الرز، وانتوما ضيفوا معاه اي حاجه بغيتوا. تقدروا ديروا غير الرز مع زيت العود، زيت العود زوينه بزاف مع الرز، بشرط واحد تكون ما فيهاش الملحه، يعني تكون زيت العود اللي هي طبيعيه 100%، ما تكونش فيها الملحه لان الملحه كدقدق الشعر، يعني كتقصفو، وخصوصا من التحت كدير التقصفات وداكشي. فالا عندكم زيت العود وما متاكدينش يعني واش فيها ملحه ولا لا، يعني ما عارفينش، غادي تشدوها ديروها في شي كاسرونه وديروها في حمام مريم وتخليها طبخ مزيان مزيان تحيد. ودابا غادي نديروا هذا الشيء على الشعير ديالنا. ناس بغيت نهضر فواحد الموضوع، بما انني شفت هاد الصغيره وانا نتفكر، كنت حطيت واحد الفيديو في تيك توك، يعني كنهضر على دوك المنتوجات اللي كنستعمل انا للبشره ديالي. فكنت طالقه شعري بحال هكا دايره له، البنات اللي متبعيني في تيك توك راه يشوفوا ويكونوا شافوا هذاك الفيديو، بالنسبه للتيك توك ديالي غنخلي لكم هنايا. المهم درت هكا شعري وبقيت كنهضر كنشرح، وبزاف ديال البنات كيسولوني اختي اش كديري لشعرك، شاركي معنا الوصفات تبارك الله. المهم بزاف ديال البنات سولوني على الشعر، يعني خلاو الموضوع اللي كنت كنهضر فيه وركزوا ليا غير على الشعر. فجات واحد البنت واحد الفاهمه وهي تقول لهم البنات اللي كيسولوها على الشعر ديالها راه غير ملصقاه، يعني كتهضر واثقه من الهضره ديالها. المهم جاوبتها قلت لها ضحكتيني، وقالت لي لا لا اختي، قالت لي لا لا اختي راكي ملصقه 100% راكي ملصقه. قلت لها لا، يعني البنات اللي متبعيني في اليوتيوب راه عارفين علاش عندي هاد الزغبه قصيره من هنا والباقي طويل، يعني راكم شفتوني مشيت لواحد الصالون يعني عرفت لكم لي ستوار كي دايره. فالانسان ما كيخصوش يبقى يحكم يعني غير من نظره ولا شي حاجه، ما خصوش يبقى يحكم. وديجا انا ما كنلصقش، عمري ما لصقت شي حاجه، عمري ما لصقت شي زغبه، الله يسترني نتلصق. وكذلك راه عارفين الرموش عمرني ما لصقتهم، لي لونتي عمرني ما حطيتهم في عيني، الضفار لصقتهم معكم مره واحده في واحد لا فيديو غير باش ندير فيديو يعني نوريكم، يعني اختي كتعرف كيفاش دير تلصقهم، وريتكم الطريقه وحيدتهم، يعني اون فوا ساليت الفيديو حيدتهم تم لانني ما كنقدرش نرتاح في شي حاجه اللي هي ملصقه. بغيت توضيح صغير بالنسبه للبنات اللي غادي يدخلوا عندي عاوتاني اول مره يقدروا يشوفوا هذا الشيء ويقولوا لي راني ملصقه الشعر، ولكن راني ما ملصقاش. Thank you.
راسك هو انه ما كيجلخش، يعني واخا تلبسي اللي لبستي ما تخافيش على حوايجك نهائيا. دابا البنات غادي ندير واحد المقشر للوجه ديالي. هاد المقشر هذا كانت قالته لي الصديقه ديالي، شافته في شي قناه، واليوم غادي نجربوه بحكم انه حتى هو يعني المكونات ديالو غير في الدار. ديك البيضه اللي درنا لراسنا شاط من هذاك البيض ديالها، هذاك البيض هو باش غادي نخدم. المكون الثاني اللي غادي ندير معاه هو اتاي، حبوب اتاي. غادي ندقوا غير واحد شويه حتى يولي يعني مفرتت، ما يبقاش هكاك حرشو كبير، وغادي نخلطهم مع بعضياتهم وغادي نجيو نديرهم على وجههم. باقي ما درت لابوني الاول على شعري حتى شكل فيا ما لقيتوش، المهم غادي نمشي ندير غير السلوفان بعدا نقومي وجهي الاولى غادي نمشي ندير السلوفان. بالنسبه للوصفه ما وريتكمش كي درت لها، حيت سهله مهله. البيض ديال البيضه حبوباتي كدقيه مزيان وصافي، كتخلطي كلشي وكتقومي به وجهك. هذه الوصفه هذه البناتي شويه ريحتها خايبه، راكم عارفين البيض، وما درناش شي مكون اللي غادي يحيدوا ديك الريحه، يعني غير هو واتاي. ولكن اللي بغى العسل يصبر القريص النحل. المهم وقلت علاش لا ما نجربهاش حداكم ونعطيكم رايي الصريح، واش زوينه او لا ما زويناش. بعد حبوباتي معروف انه كينشف الحبوب. قشرت وجهي مزيان، غادي نمشي دابا نغسلو بالماء عادي، ما غندير لا صابون لا حتى شي حاجه، وغادي نعاود نرجع معكم نقول لكم واش زوين ولا ما زوينش. المهم البنات هانتوما كما كتشوفوا كاين واحد شويه ديال التغيير، غادي لي بحال اللون ديالها تفتح. هانتوما كما كتشوفوا صراحه عجبني، وكنحس حتى بالرطوبيه في البشره ديالي، وصار حتى الناس اللي البشره ديالهم حساسه ممكن ديروه لانه خفيف بزاف على البشره. جربوه غادي تعرفوا حبوباتي فاش كيدك كيولي خفيف على البشره، وحتى البيض راه مزيان للبشره كيعطي واحد ليكلا للبشره. المهم غير جربوه صراحه عجبني. غادي نمشي ندير السلوفان على الراس ديالي، وغادي نجلس واحد ساعه ولا ساعه ونص، بعد غادي ندخل للدوش ونتلاقاو ان شاء الله من مورا الدوش باش نديروا الوصفه الجديدات. وهانتوما معايا البنات غادي ندوزو العنايه باليدين كيف ما قلت لكم، حاسه بهم حورش بزاف. المهم بدا اول حاجه درتها حيدت هذيك الصباغه اللي كانت عندي في الضفار وبردتهم واحد شويه مزيان وصافي. المهم كيف ما كتشوفوا دابا شنو غادي ندير، غناخذ هاد لاكريم ديالي، كريم دي بيلاتوار من ناتوريسون، هذه ديال لافوكا زويونه بزاف، كل ما كتقضى ليا كنعاود ناخذها حيت كتنفعني زغيبات هادو اللي تيكونوا هنايا، حيت انا ما كيعجبونيش صراحه، كيبينوا لي يدين كحل وكلشي، وانا شحال هذه ما حيدتهم انتم الا كيبان لكم شفتوا. دابا انا غادي ندير هاد لاكريم هذيك. هذيك لاكريم صراحه زوونه، الزب كيخلي اليد كحله، ففاش كتحيدوه اليد كتولي بيضه هانتوما كما كتشوفوا، ما بقات حتى شي زغبه. دابا شنو غادي ندير، غادي نقشر ليديدات ديالي بحكم انه كنحس بهم حورش، فغادي ندير لهم واحد المقشر اللي هو هذا. هنايا عندي واحد جوج معلقات ديال سنيده وزيت العود كيف ما كتشوفوا، سهله مهله، كنخلطها مزيان بحال هكا، كنخلطهم مزيان البنات، وغادي نبدا نقومي يدي غير بشويه لان سنيده راها حرشه باش ما نجرحش يدي اولا شي حاجه، يعني غير بشويه هكا بحركات دائريه.
ارز حمراء مع نص حامضه، عصرت عليها نص حامضه كما كتشوفوا، ودابا راه كيتفاعلوا مع بعضياتهم. هاد الوصفه هادي زوينه، كتفتح اللون ديال اليدين. والحامضه البنات ممكن ديروه ليديكم، ممكن ديروه لرجليكم، ما ديروش غير الوجه ديالكم والمنطقه الحساسه اولا تحت الابطين، لانه خايب بزاف. استعملوا اليدي لرجلي ماشي مشكل، ولكن لشي بلايص اخرين راني ما كنستعملوش. دابا غادي نحركهم هكا مزيان. هاد الوصفه البنات غادي نخليها واحد 5 دقائق وغادي نحيدها. البنات اللي يديهم مجروحين راه تقدر تضركم واحد شويه، لان الحامض راكم عارفين كيضر في الجرح. انا عندي واحد الجرح هنايا ما بغيتش نوصل ليها، وعندي هنايا الخباشي ديال القطه ضروني صراحه، ولكن ما عليش يعني ماشي شي الم اللي هو خايب. المهم البنات من بعد ما نشف لي هاد الشيء على يدي، هاد نص حامضه اللي كنت عصرت ما غاديش نلوحها، غادي نفرك بها يدي مزيان. غسلت يدي كنحس بواحد الرطوبيه خطيره، وحتى اللون ديال اليد ديالي ما بقاش كيف كان في الاول، يعني تفتح واحد شويه. غسلتهم بالصابون مزيان، دابا غادي نرطبهم. ضروري من الترطيب من مورا اي وصفه كديروها للوجه ديالكم اولا اليدين ديالكم اولا للرجلين ديالكم، ضروري من الترطيب. كيف ما قلت لكم هاد الوصفه هذه ديال الارزا والحامض راه زوينه بزاف، كتعطي نتيجه اللي هي غزاله، غير جربوها. غير هو كيف ما قلت لكم الا عندكم شي خبشات اولا يدكم مجروحه ما ديروهاش، لانها كضر واحد شويه، ولكن انا درتها يعني ماشي شي الم اللي هو خايب بزاف. عندي هنايا واحد الجرحه وراكم عارفين الضفيرات ديال القطيطه كتجرحني بزاف، فماشي مشكل. دابا غادي نرطب بهاد المرطب هذا اتريكس، هادي راه غنيه عن التعريف، كترطب مزيان مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا راني ضربت فيها النص، كتعجبني بزاف. غادي نرطب بها ليديداس ديالي. غادي ندوزو لاخر مرحله، غادي نصبغ الضفيرات ديالي. غادي نصبغ بهذا النيود هذا زوين، انا كيعجبوني لي نيود، وبطبيعه الحال ضروري من هذا الفيرني هذا، كاين واحد اللمعه زوينه. من بعد ما صبغت الضفيرات ديالي هانتوما كما كتشوفوا اللون كيجي زوين بزاف هاد النيود هذا. هذا النهار الثاني خليت شعري حتى نشف مزيان، ما درت له سيشوار ما نشفته ما حتى شي حاجه. هذا شعري طبيعي حتى المشطره اللي ما دوزتهاش فيه، يعني البارح نعست بزاف ديال حياتي، زيرته على راسي حتى نشف على خاطرو. هاد الصباح هذا غير حليته لقيتو ناشف، كيف ما قلت لكم ما مشطو ما حتى شي حاجه، باش تشوفوا النتيجه ديال الوصفه واش زوينه ولا لا. صراحه انا عجبتني، هانتوما شوفوا بعدا، شوفوا بعدا اللمعان اللي كتخلي الوصفه، حيتاش فيها البيض، والبيض كيف ما قلت لكم غني بالبروتينات، وفي نفس الوقت الصفر ديال البيض كيعطي لمعان للشعر. صراحه وصفه زوينه، وانا بالنسبه لي الوصفه يعني اللي كنحس بها انها كترطب لي شعري وتجي لي مع الشعر، النتيجه ديالها كتبان لي في الدوش. اين فوا كنكبل ما على شعري
شعري دغيا كيهبط، يعني دغيا كنحس بالرطوبه في وسط الدوش. وفاش كنخرج طبيعي الحال وكنشف ليا الشعر ديالي راه النتيجه كتبان 100%، وكاينين الوصفات اللي كنديرهم ما كيجيوش معايا، يعني ما كيعطوني حتى شي نتيجه، ما كنبغيش نبارطاجيهم معكم، ولكن النتيجه ديال هاد الوصفه غزاله البنات. راه شعر البنات كيف ما قلت لكم راه المشطه ما دوزتهاش فيه، يعني من البارح في الدوش المشطه ما دازتش عليه، يعني نشف طبيعي في الزيف ديال حياتي. هانتوما كيف ما كتشوفوا اللمعان اللي كتخلي الوصفه واحد الرطوبه رائعه جدا. كيف ما كتشوفوا جربوها البنات، فريمون واعره 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 بزاف الوصفه، جربوها. بالنسبه لداك البوماج اللي شاركت معكم ديال البيض وحبوب اتاي، حتى هذيك زواونه كنقول للصديقه ديالي شكرا بزاف بزاف، حتى عطاتني الوصفه حيت قالت لي ديريها راه زوينه، حيت حتى هي دارتها وجات معاها وصافي. وبالنسبه لي ديداتها انتما كيف ما كتشوفوا رطب، وكنحس بواحد الرطوبه وواحد البيوضه زوينه بزاف. الله في الشعيرات ديالكم، ما بغيتكمش يجي واحد النهار تقولوا كان عندي الشعر، لان بزاف ديال الناس كنعرفهم تيقول لك اولي دوك العيالات اللي كبار شويه فلاش يقول لك ايوا انا شحال هادي كان عندي الشعر، ما دابا صافي كله طاح. ما كنبغيش هاد الكلمه ديال كان. اول حاجه الشعر البنات ما تكثرولوش قوه البلاك، قوه التنشاف، قوه السيشوار، هذاك الشيء راه كيهلك الشعر، الحراره راه كتهلك الشعر، وعندكم الصبايغ كيهلكوا الشعر. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني اين الصباغه باش تصبغ شعرك، البنات راه عمري ما درت صباغه في شعري نهائيا، من نهار تزاديت حتى لدابا عمر الصباغه ما جات لي على شعري، وكنظن ان هذا الشيء اللي مخلي ان عندي الشعر قوي ورطب الحمد لله. هذا الشيء اللي كنظن انه مخلي عندي الشعر لحد الساعه انه شد فراسو. وبطبيعه الحال الوصفات اللي كندير له وزيت التومار اللي كنت بارطاجيتها معكم، هذا الشيء اللي كاين. تهلاو ليا فراسكم مع فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه عليكم.